بس سلم عينك، عاوزينك تعمل لنا البريسنج الباتر فلاي. انا عملته امبارح، اعمله لك تاني عينيا مفيش اي مشاكل. لا الباتر فلاي في النص هو الصراحه مين معايا؟ معتز؟ مين معتز؟ معتز. انت ما كنتش موجود معانا امبارح صح؟ صح. انا عملته امبارح مخصوص عشانك، مش مشكله اعمله لك تاني عينيا. حاضر. لا اذا راح اقول مش مشكله بحضره بالفيديو، بس انا قصدي يعني الباتر فلاي وحطيت فيه الاستادي ستادلر بليت، حطيت فيه سبيسر بليت وجاست بليت كمان جاست بليت. ماشي خلاص انا برجع له بحضره مش مشكله. ارجع وكده كده احنا يوم السبت ان شاء الله زي ما اتفقنا مع الشباب احنا كورس هيخلص بكره بعدين اقول عز وجل ان شاء الله. بس مهندس يوصل بال ساعتين ونص ثلاثه اكون موجود هنا من الساعه 5 ان شاء الله. ان شاء الله. بس عيني قول. عاوزين الديزاين بيبر اللي وعدتني فيها رفعتها لك، قلت الباشمهندس سامح يرفعها لكم، المفروض رفعها لكم امبارح ما وصلت. ما وصلت، هرفعها لك تاني النهارده. انا النهارده بقول لكم على حاجه، حد عنده ميل يبعته لي دلوقتي حالا على السكاي بي، ابعتوا لي ميل على السكاي بي دلوقتي. طيب ميل دلوقتي، اكتب لي ميل وابعته لي. وين اكتب؟ اعطيني شوي. لا عربي هيك. شو؟ انت شفت اللي هون؟ عكس هذا. يلا وين بكتبه؟ خلاص؟ لا بدي اكتبه هيدا 1900. ات ولا هيك؟ هوت ات. مش تحط ات هوت ميل؟ ات. لا هوت. شيخ استنى شوي بس يكون غلط. ات لايف. لا مش غلط. شو فيه؟ ات لايف هسه كيف الات هاي بالضبط؟ اي خلي اياهم ات. خلاص قولوا بدون ات. ات ايش بدك انت؟ ات ايش؟ اسمع حط ايميلك وخلاص خلاص. اذا فيش في ات ولا في ات؟ شو في ات؟ لازم يكون في ات. هي الات. مش ات. هون مش مشكلة دقش خلاص. طيب شفتوا؟ ات ايش؟ ات ايش؟ سكر الباب. في مشكلة. ات ايش؟ جيميل؟ خلاص روح لي اقولها على الجيميل. خلص على الجيميل نفسه مهندس اللي مع المهندس سامح. لا هذا هذا راح يسمي هو الجيميل. اكتبوا لي حاولوا تكتبوا لي عشان ابعت لكم دلوقتي حالا. انا برفع شايفين انا برفع لكم الفايل. طيب بس مهندس هاي الايميل هذا بس بدل الستار حط ات عندي مش فعاله. قول تاني معاك. اي بعثت لك الايميل تمام. بس بدل الستار حط ات. هي في معتز سكور جي. الات شيفت 2 يا شباب، الات شيفت 2. لا مش شغال عندنا مهندس. مش شغال يا مهندس. شغاله. طب ماشي. خلاص بدل احط ات. ايوه بدل الستار. تمام كده؟ تمام كده. شو اسمه البروفايلات البراغي والهدول كمان وعاوزين البروفايلات البراغي الملف ارفع لك بالمره، ارفع لك كله دلوقتي مره. ان شاء الله كويس كده. انا بالنسبه لي كده ممتاز كده. براغي وكان السكاشن كمان، السكاشن البروفايلات. كل ان شاء الله تعالى باذن الله. ان شاء الله تعالى هيتعب حالا.
جاري الارسال تم ارسال رسالتك كده خلاص الشوط بتاعك تمام. طيب نكمل ان شاء الله ان شاء الله. انا طبعا دلوقتي في نفس المرحله بقى بالنسبه لي انا خلصت الشغل بتاعي كله وابتدي ان انا اقفل الموديل. هنمسك موديل من الموديلات اللي انا عاملها قبل كده اللي هي المفروض متكسره الخلصانه ونبتدي نعرف ازاي نقفله مع بعض. تمام؟ تمام. ده موديل اسمه فريم 1 هانجر برضو وجاهز فيه البيزنس اللي اتكلمنا فيها اخر مره. جاهز فيه الرابترز بالكونكشنز بالعمدان بكل حاجه. ولكن في اختلاف بسيط هنا هناخد بالنا منه ان التكلة او الراجل العميل في الكيس بتاعتنا دي كان طالب ان احنا نعمل حاجة غريبة شوية اللي هو ايه؟ كان طالب ان احنا نخلي الرفاتر في النص تخش بكونكشن على عمود ما تخشش بكونكشن على نفسها. يعني الراجل كان طالب منظر زي ده يا شباب. واضح؟ واضح. كويس قوي. انا محتاج ان انا اقفل مشروع زي ده. عشان اقفل المشروع بمر بثلاث مراحل. تمام؟ المرحله الاولى خالص اللي بمر بيها عشان اقدر ان انا اقفل المشروع بتاعي هي مرحله ان انا اكلش على الموديل كله. يعني ايه اكلش على الموديل كله؟ يعني المشروع يعني كله ابتدي اعرف ايه الحاجات اللي خاصه بحاجه وابتدي اعرف اقدر اعالجها ازاي. واضح يا شباب؟ واضح. تمام. انتوا شباب بتكسب كام؟ 16. 16؟ اه كويس. 16 بالنسبه لي هو افضل تكله في كلاش. كلاش اختصارها كنترول كانه سي كنترول
المسامير دي ركب. ها يا شباب. اه بس مهندس. المسامير دي تركب. اه يعني هل في مشكلة انه يركب المسامير بتاعت الاند بليد دي ويركب المسامير بتاعت البرلين بعديها او العكس؟ في حاجة تعوق الراجل انه يدخل ايده ويلف المسمارين دول؟ مشكلة، ما فيش مشكلة. يبقى ده كلاش؟ لا مش كلاش. تمام، ده معناه انه مش كل اللي التكلة بيطلعوا ايه؟ كلاش. اه يعني فهمت قصدي ولا لا؟ يعني عنده مينيمم ديستانس، وهي المينيمم ديستانس بين براغه وبين ايش بيعمل لك اياها كلاش. بالظبط كده. هتقول لي طب نحدد الممبر ديس المينيمم ديستانس منين؟ هقول لك في حاجه اسمها تولز اوبشنز. في حاجه اسمها كومبوننت. لا اسمها انا مواقع واحده اسمها كلاش تشيكن. شايفين المنظر ده؟ بيقول لك ان التكله هيعتبر اي بارت المسافه اللي بيقع في المسافه حوالين المسمار تقدر ب 2 دي، يعني ب 2 باي، هيعتبره كلش. واي بارت في ظهر دير المسمار المسافه بين راس المسمار وهو 1 دي اللي هي السيكنس بتاعت الوشر او النط هيعتبره مكلش. واضح؟ واضح. طيب السؤال اللي بيطرح نفسه، احنا هنعدل القيم دي كيف بس مهندس؟ عدل في الفريم هذا. هل هنعدل القيم دي؟ لا. صح. لا ما مش هعدلها، هعتمد على الانجنيرنج بتاعي الهندسي اللي عندي ان انا احدد اذا كان ممكن ان انا اعدي الكلاش ده ولا كلاش محتاج يتعالج. تمام. الكلاش اللي في التكله ان هو واضح ان هو دقيق جدا لدرجه ان الحاجات اللي هي مش مكلشه بل ان فيها شك حتى لو 1% بيطلعها لك في الكلاش تشيك ريبورت. تمام؟ تمام. بنبتدي نمشي ورا واحدة واحدة من دول، أدي تاني واحدة إيه؟ نعمل كده. اللي مش لاقي التول بار ده اللي هو بتاع الفيو ممكن طريقة تانية، دوس كليكاية ده الكلاش، ودوس كليك يمين فيت ورك أريا تو سيلكت ستارت أند سيلكت فيو. يعني بدل ما أجيبها من التول بار أجيبها دوس كليك يمين بعد ما أكون مسلك الحاجتين المكلشين في بعض، ودوس فيت ورك أريا تو سيلكت ستارت أند سيلكت فيو، أوتوماتيك يجيب لك الحاجات المكلشة. طيب منظر زي ده مكلش؟ لا ما فيهوش كلاش. ده معناه ان انا اوصل لكونكلوجن مهم جدا. جميل ان التكله تكلش، بس 80% من كلاشاتك لو انت عامل شغلك صح بتطلع اوت. واضحة النقطة دي؟ تاني أقولها؟ عيدها بلا بس مهندس. 80% من الكلاشات اللي بيطلعها التكلة مش منطقية إنها تحصل مجرد شك من التكلة في إن الحاجة ممكن تكلش. تمام. بس الكلام ده في كيس إن سعادتك ماشي صح من أول ما الشغل ابتدى. إذا أنت متأكد من شغلك، أه تمام، ماشي. لكن لو الشغل فيه عك كتير، طبيعي هيكون عك كتير جدا. ده واحد خبص. هل الأمور واضحة لحد دلوقتي في الكلاش؟ أه تمام. تبتدي طبعا سعادتك المفترض إن أنت تعدي على واحدة واحدة من دول، وطبعا مهمة الكلاش رخامتها في إيه؟ في إنها ممكن تاخد يوم كامل. تمام يا شباب؟ تمام. طيب ده كده المفترض ان انا بعد ما خلاص ظبطت الدنيا وابتديت اجلي ماشي الشغل
سكتش يعني. بقيت جاهز تماما ان انت تبتدي فايناليزيشن ستيب بتاعة المشروع. اول ستيب فايناليزيشن هو فكرة ان انت تجري الكوتات. تجري كلاش انا اسف. فكرة ان انت تجري كلاش. عشان اتأكد ان كل حاجة موجودة في المشروع مظبوطة. مش خبطة فيها. مفيش مسمار ضابط. مفيش خط متدلت. حاجة مش مظبوطة على حاجة مظبوط وهكذا. تمام؟ تمام. طيب. الخطوة الثانية. ان انا ابتدي اجري ريبورتات. الريبورتات اللي بتتجرى في التكلة. هنشوفها مع بعض دلوقتي. هنبتدي نشتغل النهاردة على الريبورت والدروب والكريت دروينز والاوبن دروينج ليست اللي هي الاربع حاجات اللي قلنا هنركنهم في الجنرال تول بار. قلنا لحد ما ناخد ايه المشروع التكلة كله. طيب ابتدي نكمل. احنا عشان اجري ريبورتات المشروع محتاج اعرف ايه هي تقارير الحصر اللي محتاج اشرح اعمل لها ريبورت للمشروع. حد يقول لي كده ريبورتات اللي محتاج اجريها المشروع ايه هي؟ حد يقول البيل اوف ماتيريال. ايه تاني؟ الاسمبلي ليست. اسمبلي ليست الريبورتات مش الريبورتات. البيل اوف ماتيريال. تمام. ماتيريال ليست. وايه تاني؟ ماتيريال ليست. والبارت ليست. البارت ليست. البارت ليست والسنجل سنجل بارت ليست. يعني مالتي دروينج والسنجل بارت دروينج. وكمان والبارت ليست بدنا اياها. تمام. ايه تاني؟ وايش كمان بدنا؟ والاركشن. ايه الاركشن دي؟ لا اسف. اركشن. لا اركشن دروينج. طيب انا محتاج ريبورتات الاسمبلي ليست. محتاج ريبورتات الدرون. محتاج ريبورتات بتاعه المفروض الاسمبلي ليست والشغل والبولت ليست. طيب حاجة زي كده اقدر ان انا اجريها ازاي؟ نبص مع بعض على التجرية بسرعة. عملنا نصور حضرتك. نفترض دلوقتي هعمل حركة كده بس الزمن طبعا. انا بسمي بالبداية. نمبرك ما تخلص تحط نمبرك. تعالوا نجري مع بعض. بصمي. لو هتجري ريبورتات للمشروع الصوت مش واضح يا شباب. ولك الصوت مش واضح؟ لا مش كتير واضح بقطع. طيب بصوا انا هقفل واتصل تاني. هعمل حاجة عندي على الجهاز. هقفل واتصل تاني ان شاء الله. كم السلام. ايه الاخبار كده؟ تمام. احسن شوية؟ احسن. طب تمام ممتاز. طب سؤال باشمهندس. اين؟ هسا الله يبارك فيك. النمبرينج بتعمل قبل روبورتس ولا بعد روبورتس؟ لسه لازم نمبرينج الاول طبعا. بس انا محتاج اعمل حاجة ضروري بس دلوقتي هنعملها حالا. تمام. طيب سؤالي دلوقتي اللي بيطرح نفسه. معنى ان انت هتخرج ريبورتات فده معناه ان دي اخر مرحلة. دي معناه ان دي الريبورتات اللي هتنزل للمصنع
واللي هيتعاملوا بيها مع العميل واللي بناء عليها هيتحط حسابك. تمام؟ تمام كويس جدا. طيب انا دلوقتي عشان الريبورتات اللي اتحطت دي عشان خاطر اتاكد بنسبه 2% انها صح لازم الترقيم بتاع المشروع كله يطلع صح. تمام. عشان ترقيم المشروع يطلع صح يبقى انا لازم ولابد ان انا اكون ظابط الترقيم بتاعي والعدد بتاع الحاجه. صح؟ بحيث ان لو في كذا عمود زي بعض يبقى انا كده ضمنت ان هم مظبوطين. تمام. حلو. اعمل ازاي حاجه زي كده؟ الخطوه اللي هنعملها دلوقتي دي هتتكرر كل مشروع نعمله في الاخر ونخلي بالنا انها بتتكرر بنفس الطريقه. تمام؟ تمام. من drawing and reports بنختار النمبرنج وندوس حاجه اسمها numbering settings. شايفين؟ لما تدوس numbering settings بيظهر قدامك مجموعه من البروبابلز. دي مش ستاندرد. الستاندرد او الديفولت اللي بيطلع عندك بيبقى زي دي بالظبط بس بيبقى منضاف عليها حاجه اسمها الكومبير بالبارت ايه؟ نيم. هسألك سؤال. نفترض دلوقتي انا بكاري الكمرتين. تمام؟ تمام تمام. كاميرا منهم اتنين كاميرا الكاميرتين هما زي بعض بالظبط. تمام. وانت شغال سميت واحدة منهم بيم وسميت التانية جردة. تمام. بس انت متأكد ان الاتنين زي بعض ايه؟ بالظبط. يعني الحتتين هيطلعوا نفس الاسامبلي. صحيح. احتمالية ان اسمهم يكون مختلف كبيرة جدا في فترة من الفترات سميت دي جيردر وفترة في الفترات سميت دي كرين. صح؟ صح. طيب سؤالي، هل الاسم يستاهل ان انا اخرج بارتين غير بعض وهما زي بعض بالظبط؟ هقول تاني، هل الاسم يستاهل ان انا اخرج البيم دي فلوحة والجردر دي فلوحة نتيجة اختلاف الاسم فقط لا غير؟ ممكن. لا طبعا حرام. يعني انا لا. عندي كمرتين لا اذا حدث خطأ يعني في الاسم هو حيطلعه هيك يعني. عمرهم ما يطلعوا زي بعض، هيطلع دي الاسمبلي ودي اسمبلي تانية. صح؟ صح. وفي المصنع هما بيتضايقوا جدا من الموضوع ده. تمام ما بيصدق يلاقي لوحة اسمبلي الحاجة مكتوب فيها ان العدد فيها اكتر من واحد، اتنين، تلاتة، اربعة، خمس، ست حتت. تمام. مظبوط الكلام؟ مظبوط. طيب ايه الحل بقى؟ هل الحل ان انا اروح اعدل في النيم بتاع المشروع كله؟ لا، الحل ان انا اقول له يا تكلا ما تعملش كومبير بالبارت نيم، فشيل البارت نيم خالص. فلو في بيم عندي اسمه بيم وبيم عندي اسمه جبه والاتنين زي بعض بالظبط هيطلعوا الاتنين نفس اللوحه. تمام. فهمتوا قصدي يا شباب ولا لا؟ فهمتك باشمهندس. تمام ممتاز. لكن سؤال، هل ينفع اشيل الكومبير بتاع الهولز؟ ينفع؟ بالهولز؟ ينفع اشيل كومبير الهولز؟ كومبير الهولز مستحيل. انا بقولك ما بينفعش. طبعا، لان ممكن يبقى الكمرتين مختلفين عن بعض في التخريم والنصيبه السوداء يطلعهم الاثنين زي بعض فياخد واحده ويقول عليها عددها اثنين وهي اصلا عددها واحد. تمام. دي يا جماعه موضوع الكومبير ان انت تشيل الهولز دي لمعلوماتكم. معرفش تعرفوا حداده ولا لا؟ حد يسمع عن حداده؟
حداده اللي في السعوديه حد يسمع عنها؟ نعم لا كيف بس مهندس شركه حداده اللي في السعوديه اه لا لا بعرفهاش بس دي شركه كبيره جدا احدى شركات ارامكو لو عارفين ارامكو طبعا نعرفها تمام شركه حداده دي المكتب الفني بتاعها متواجد عندنا هنا في مصر اسمها المكتب الفني بتاعها في مصر اسمه العربيه الدوليه الاي اي سي بالصدفه البحثه كان في مهندس سوري مع كامل الاحترام للسوريين وعقليتهم الممتازه في الهندسه وكان صغير يعني كان لسه متخرج وعمل مشروع حوالي 200 طن وال 200 طن دول شال الكومبير بتاع الهولز من النمبرنج سيتنجز اقل ما يقال ان الشركه عملت المشروع على حسابها غير ان تم رفض المهندس ها وتعمل عليه ريستريكشن في معظم شركات الحديد اللي موجوده في مصر شو صار اخر شيء اتعمل عليه ريستريكشن بعد رفضه من كل شركات الحديد اللي موجوده في مصر ما يشتغلش يعني لا لا عرفتوا كارثيه ان احنا ننسى ونشيل كومبير الهولس ايه بس مهندس انا لو جاني مشروع مثلا انا في عندي سايت دريلينج يعني انه التخزين بالمشروع بجيل الكومبير وود هولز وبكون عادي طبيعي لا طبعا لو كون مشروع يبقى صغير مش كبير لو بقى صغير وكان يعني في احنا بتجينا مشاريع بيقول لنا فيها انه التخزين هيبقى بالسايت تخريم السايد ده مفيش مشاكل فيه تخريم السايد ده اصلا بنعمله لوح وبنقول له خرم هنا لكن ما بنخرمش ابدا في الموديل لان لو خرمنا في الموديل هيتخرم في الورشه مظبوط ما انت التخريم اللي بتخرمه في الموديل هيتخرم في الورشه معايا ولا لا معاك تمام وبالتالي التخريب في السايت مفيش فيه مشاكل لكن لو هولز او كونكشنز موجوده في المشروع اللي انا هركبه في قلب السايت وانا مش عامل كومبير للهولز دي مشكله كبيره جدا التكلا ممكن يفهم ان كمرتين تخريمهم مختلف زي بعض يقيس على كده البريسنج والكولومز هيعمل مشاكل في التركيب وفي التجميع في الموقع اكيد هيعمل مصيبه مش مشاكل بس يعني عارف هيعمل مصيبه كبيره بقول لك الولد اضطر يرجع سوريا تاني في عز الظروف اللي هم كان الله في عونهم فيها يا رب امين اللهم كان الله في عونهم والله يا ربنا يعينهم يا رب والله امين يا الله ربنا يعينهم يا رب طيب يعني والوضع طبعا زي ما احنا شايفين طبعا اصبح يعني ايه نتيجة الظروف الاقتصادية مفيش شركة متحملة أي غرامة أو أي خسارة لأنها أوريدي بتجيب المشروع بالعافية أكيد طبعا فاحنا بنحاول نقلل الخسارة على قد ما نقدر بعد الكومبير دي بنبتدي نخش على الأوبشنز لو بصيت هتلاقي مكتوب الراجل بيقول لك ري نمبر اول او ريميك اولد نمبر او تشيك فور ستاندرد بارتس تمام انت ليه تختار ريوز اولد نمبر نفترض دلوقتي انت جالك مشروع وجريت اللوح فيه خلاص حلو وبعد ما جريت اللوح جالك فيه تعديل التعديل ده مثلا كان في كاميرا بي 16 التعديل ده الراجل شال هول زود كونكشن حط ستيفنر تعديل في قلب الكاميرا تمام يا شباب انت سعادتك دخلت عدلت بي 16 تمام طيب عدلت انت بي 16 كده بعد ما تعدل بي 16 دي المفروض ايه اللي يحصل تخش تظبط اللوحه بتاعتها اكيد طيب لو انت مش عامل ريوز اولد نمبر حلو وعامل ري نمبر اول اوكي
لو انت مش عامل ريوز اولد نمبر وعامل رينمبل اول، اول ما تعمل نمبرينج التكلة يبتدي يرقم من اول وجديد. تمام. فبي 16 اللي العميل قايل لك عدل لي بي 16 مش هتبقى اسمها بي 16. يبقى انت كده اختلفت على الابروفال، مش دي مشكله؟ اكيد. طيب يبقى انا لازم انبه على التكله يا تكله مهما حصل تعديل، لان اي تعديل في المشروع لازم يتبعه نمبرينج. اي تعديل في المشروع لازم اتبعه باعاده ترقيم، بحيث ان الحاجات اللي مش ملحومه تطلع لي والحاجات تطلع مظبوطه في اللوح. تاني لازم، عشان لو انا هعدل في مشروع، المشروع ده فاينلايز ده خلص خلاص، لازم ارقم قبل ما اخش في مطلعه اللوح. في تعديل حصل لازم ارقم، في شغل هعمله في اللوح لازم ارقم، بس قبل ما ارقم لازم اتاكد من النمبرنج سيت اب بتاعي. تمام. طيب لو انا عملت له ريوز اولد نمبر وجه تعديل في بي 16 اياكش نفخه خالص، مش هو هيحافظ على الريوز اولد نمبر؟ حلو جميل. ركزوا معايا بقى في التكله بيشتغل ازاي. تمام. لو في ممبر جديد التكله انا بقول له كومبير تو اول، يعني لو في ممبر شبهه في المشروع وانا مش واخد بالي، ممبر جديد انت داخل تكريته. لو في ممبر شبهه في المشروع يا تكله وانا مش واخد بالي قارنه بالقديم، بحيث ممكن الاثنين يطلعوا زي بعض، فيطلع مجرد ان انا بي 17 دي كانت موجوده زودت كاميرا بالصدفه طلعت زي بي 17، يبقى التعديل اللي هيروح المصنع، يا مصنع بدل ما ابعت لك لوحه جديده اعمل من بي 17 دي حته زياده. واضح؟ واضح. حلو. الموديفايد بقى، لو حاجه موديفايد، يعني لو حاجه انا عملت لها موديفيكيشن، كونفرت اولد قارنها بالقديمه، يمكن التعديل مش هيدمر الكاميرا قوي. ها؟ او كيب نمبر اوف فوسو، يعني على قد ما تقدر حاول تحافظ لي على النمبرنج بتاعك. او تيك ا نيو نمبر، يعني بقول لك يا تكلا اي حاجه عامل لها موديفايد في الموديل اداها نمبر جديد. ودي طبعا غلط خالص، فاصح حاجه ان انا اخلي كومبيرت اولد كومبيرت اولد. لو في حاجه جديده قارنها باللي موجود، لو في حاجه عاملها موديفايد قارنها بالقديم منها، يمكن الاثنين يبقوا زي بعض بالظبط. في اي مشاكل لحد دلوقتي؟ لا تمام. واضح النمبر انجليزي؟ تمام. مش مطلوب من سعادتك ان انت تعدل اي حاجه في النمبرنج ستاندرد، يفضل المنظر ده كده، ريوز اولد نمبر كومبيرت اولد كومبيرت اولد كومبير في الهولز بس. كل الداتا دي بالنسبه لي مش فارقه ومش عايزها في اي حاجه، ولازم تتساب على الديفولت. تمام. تمام. حلو. بندوس ابلاي. اوكي تمام كده خلاص. هل انا كده سيفت النمبر انت سيت اب؟ تمام. لا لازم اعمل خطوه تانية عشان اتاكد انه اتسيف. بروح لتولز، حاجه اسمها ديفولت، سيف ديفولت، يعني بقول له سيف الحاجات اللي انا دخلتها ديفولت از ديفولت في النمبر انت سيتنج. في اي مشاكل لحد دلوقتي؟ تمام. طيب اعمل نمبرنج بقى، انا ظبطت النمبرنج، ابتدي اعمل نمبرنج. سيف ديفولتس من ديفولتس. واضح؟ نعم. مش سامعك والصوت مش واضح؟ لا لا واضح واضح. طب حلو، انا ظبطت النمبرنج سيت اب دلوقتي. محتاج ان انا نمبر الموديل كله. تمام. مش انت ظبطت السيتنج عايز تنمبر.
نمبرنج. نمبرنج ممكن تيجي هنا من تول بار الجنرال حاجه اسمها نمبرنج موديفايد اللي هي دي تمام باي نمبر، او ممكن تيجي من هنا دروينج الريبورتس حاجه اسمها نمبرنج موديفايد. من هنا وهنا الاثنين بالنسبه لي واحد تمام. واضح يا شباب؟ واضح. حلو، استاذنكم بس هنمسح اللوح عشان هنجري لوح من اول وجديد طبعا. طيب المنظر اللي قدامنا ده دلوقتي يا شباب انا محتاج ان انا اجري له حبه ريبورتات. انا عملت نمبرنج دلوقتي خلاص، كلشت الموديل، عملت نمبرنج، ظبطت المشروع بتاعي، ابتدي ان انا اجري ريبورتات او تقارير خاص عشان احصر اللي موجود في قلب المشروع تمام. اول حاجه همسك المشروع كله وامسك حاجه اسمها ريبورتس، شايفينها حاجه اسمها ريبورتس اللي هي بتتفتح من كنترول بي، موجوده في تولبار الجنرال اول حاجه خالص اسمها ايه ريبورتس تمام. التكله بيبقى اوريدي فيه ريبورتات كتير قوي تمام. انا محتاج ان انا اجري الريبورتات بتاعتي. اول ريبورت اجريه هو اسمه الاسمبلي ايه ليست. تعال نجري الاسمبلي ليست كده ونتفرج. هنلاقي الراجل اهو كاتب قال لك بي كذا وبي كذا وبي كذا وسي كذا وسي كذا واتش وبلتا بلتا. ايه ده؟ هو انا مطلع بلتا؟ واخدين بالكم يا شباب ولا لا؟ اه في الليستة اللي طالعه بلتا. هو انا ينفع اطلع بلتا لوحدها اسمبلي؟ سؤال، ينفع؟ ده ما ينفعش. الله، يبقى ده معناه ان البلتا دي ظروفها ما اتلحمتش. اه واضحه ولا مش واضحه؟ واضحه واضحه. عايز الحام. طيب عايز الحام اجيبها ازاي؟ انا كده محتاجه فلتر عليها عشان اجيبها صح؟ صح. طب تعالى نفلتر عليها مع بعض. نفلتر بقى بالسلكشن اللي قلناه اخر مره، ما نفلترش باللي يظهر بس في الموديل، عشان محتاج اصر البليته دي مع الحاجه اللي حواليها عشان اعرف الحمها فين. واضح؟ واضح. بارت. طيب ماشي. اسمبلي بقى مش بارت صح؟ صح. بوزيشن نمبر بتاعه اسمه يعني اسمه اف ار اف بانل معايا يا شباب؟ داش بي ال 1 صح كده؟ صح. ابلاي. اوكي، المفروض كده يسلكها. نسلك الموديل كله كده ونشوف. سلكها اهو، هي فين؟ تعالى اهي، كليك يمين في تورك اريا زي ما بعمل في الكلاش اهي، شايفينها؟ عرفنا جبناها ازاي؟ واضح جبناها ازاي؟ واضح واضح. عاوز الحام. واضح ايه اهمية السليكشن فلتر اللي قلناه المرة اللي فاتت؟ واضح. ان انا لازم اظهر الحاجه بالحاجه اللي حواليها. تمام. عشان اعرف الحم في مين. طيب هو الغلطه انها عايزه الحم بس ولا في غلطه تانية يا شباب؟ لا، هي بلتة واحده. لا، هي في غلطه تانية كبيره كمان، ان انا لو دوست عليها دبل كليك عليها واخده في الاسمبلي ايه؟ بي ال. بي ال. لو ما حدش خد باله هتبقى مشكله. ده سكندري بارت، ما ياخدش اسمبلي بيرفكس خالص. فاكرين عرفتوا ليه دلوقتي ما كناش بنبتدي اسمبلي بيرفكس؟ تمام. طب بقول لكم على حاجه، لو انا عملت مسحت الاسمبلي بيرفكس ودوست موديفاي، انا لحمت ولا ما لحمتش؟ لا
لسه ما لحمتش. نعم. هعمل نمبرنج تاني عشان اجري ريبورت اسمبلي. ممكن؟ ممكن. تعالوا نجري. عايز تريبليس اللي انت جريته؟ اقول له اه بعد اذنك. انا اسف. لما جري لها اسمبلي خلى الاسمبلي بتاعها ايه يا جماعة؟ يبقى انا كده عرفت لو في حاجه طالعه الاسمبلي بتاعها برقم يبقى دي حاجه محتاجه تتلحم لانها سكندري. تمام. عرفتوا ايه هي خطوره ان انت تحط بيرفكس في السنجل او في الاسمبلي للسكندري بارتس؟ هتتلخبط لخبطه كبيره قوي وانت بتشيك على الحاجات اللي مش ملحومه في اخر المشروع. انت خدت بالك لما انا قلت لك هو ينفع اطلع بيقل؟ قلت لي لا الله ده ما ينفعش. صح؟ صح. ممكن تركز وتمشيها وتخليها ينفع، لكن لو لقيت رقم ينفع تمشيها هتاخد بالك. النقطة دي واضحة ولا لا؟ واضحة. كويس جدا. يبقى انا كده محتاج ان انا الحم. هلحم على طول. قلنا كبير الاول بعد كده الصغير في اللحام. نلغي بس السليكشن فلتر بتاعنا من الاول خالص. طيب نلحم الكاميرا بعد كده الرابطه البيتا. نتاكد ان هم ملحمين عن طريق ان احنا ندوس الت. اه تمام ملحمين. نفيت ورك اريا ونبتدي نشتغل الشغل بتاعنا العادي ونجرب ريبورتاتنا. سلك الموديل كله. امسك الريبورت. جري الاسمبلي ليست بتاعك. هيتجرى الليست بتاعت الاسمبلي بتاعك. بصوا قال لي ايه؟ ايرو قال لي ايه يا جماعه؟ حد يقرالي. The position numbers in the created report are not up to date. ليه عمل كده؟ لان انا هو انا لما لحمت نمبرت؟ لا لا. يبقى هو لازم يعمل كده. هو بيقول لك انت مش بنمبر الحاجه اللي انت مجريها دي مش فاينل. اه يبقى لازم انمبر الاول وارجع اكرر تاني. الاقي هل طلع لك الرساله دي؟ لا لا. تمام. يبقى كده الريبورت عندي مظبوط ولا لا؟ مظبوط. طيب ايه اللي في الريبورت بقى؟ دي واحد. اللي في الريبورت عندي هو الاسمبلي بوزيشن بتاعي اللي هو اسم الاسمبلي. اللي في الريبورت النمبر عدد الاسمبلي كل واحد عددها كام؟ يعني بي واحد دي بي منها حاجتين، بي اتنين في منها حاجتين، بي تلاته في منها حاجتين. النيم اللي هو قلنا النيم بتاع الكامر، وقلنا ناخد بالنا الموضوع النيم. البروفايل بروفايل الكامر والبريسنج كله لاندان. الاريا عندنا اللي هي مساحه الكاميرا والبريسنج والموديل كله قد ايه. الويت عندنا اللي هو الوزن. طبعا من خلال الريبورت اكتشفنا ان الوزن كله 21000 كيلو 192 21192 كيلو، يعني حوالي 21 طن. الامور واضحه لحد دلوقتي يا شباب؟ تمام. كويس جدا. في ريبورتات تانية ممكن اجريها؟ اه طبعا. عندي الريبورت بتاع البارت ليست، او قبل البارت ليست حاجه اسمها الاسمبلي بارت ليست. ايه الاسمبلي بارت ليست ده؟ تعالى نسلك الموديل كله كده. نعمل كرييت فروم سيلكت اسمبلي بارت ليست. بيجيب لي كل اسمبلي وايه اللي ملحوم فيه. واضح يا شباب؟ اسمبلي بارت ليست. كل اسمبلي. الجزئيه دي واضحه ولا لا؟ واضح. لو حد بقى الله يبارك لك يا رب. طيب لو حد بقى كده مخه نضيف يشغله معايا، ايه لازمة الاسمبلي بارت ليست؟ عشان اعرف كل قطعه بتركب فين. ممتاز جدا. وعشان لما اجي افرز الشغل بتاعي اللي خارج من السي ان سي اعرف ارصه بطريقه صح.
بحيث ان انا لو هطلع الحته بواحد اعمل حسابي من خلال الريبورت اللي انا ماسكه في ايدي اطلع حته رقم 4 وحته 5 وحته 17 وحته 36 وحته 59 وهكذا. تمام. هل اتضحت الامور كده؟ واضح. بس جدا. طيب ده اللي هو المفروض الريبورتات. كويس. طب بعد الاسمبلي بارت ليست بجري ريبورت للبارت ليست. في حاجة عندنا هنا اسمها بارت ليست. يا واحد بارت ليست اهو شايفينه؟ سلك الموديل كله كريت فروم سيلكتد. ده كده بارت ليست، ان كل حتة في المشروع كاتب لك هي البوزيشن بتاعها ايه والبروفايل ورقمها واسمها وعددها قد ايه والماتيريال واللينس والويت والكلام ده كله. الموديل كله عامل تقريبا 23 طن او 21 طن زي ما هو زي ما مكتوب. طيب كويس قوي الكلام ده. في اي مشاكل لحد دلوقتي؟ لا تمام. طيب بعد ريبورت البورت ليست عندنا ريبورت اللي هو البولت ليست، ريبورت المسامير. طيب ندور على البولت ليست. بولت ليست اهو كرييت فروم سيلكتد، يديك لسته بالمسامير، اطوال المسامير وعددها قد ايه وقطرها كام في كام والستاندرد بتاع المسامير. واضح لحد دلوقتي يا شباب؟ واضح. في اي مشاكل في الريبورتات؟ لا، بس لما نيجي نطلعوا شو اسمه وورد او اكسل بنغير الامتداد، مش هيك؟ احنا لسه هنتكلم في الموضوع انه يطلع لحد دلوقتي. بس في مشكله في الكرييشن؟ لا تمام. طيب استاذنكم معلش 5 دقايق بس اخش الحمام وبعد كده ارجع لكم حالا. احنا شغالين 5 دقايق. الو معك يا مهندس. تمام اوكي. بعد ما احنا عرفنا نكريت الريبورتات، الله يا باشمهندس، طب الريبورتات اللي احنا بنجريها دي بتروح فين؟ تمام. الريبورتات اللي بتجري دي بتروح في الموديل فولدر. لو انتم متذكرين كنا بنفتح الموديل فولدر من طلبار الجنرال، فاكرين يا شباب؟ فاكرين؟ لو فتحنا الموديل فولدر بنلاقي اوتوماتيك فيه فولدر اسمه ايه؟ ريبورتس. بيتكلم شايفينه؟ لو فتحناه بنلاقي الريبورتات اللي احنا جريناها اللي هي المفروض الاسمبلي ليست والاسمبلي بارت ليست والبولت ليست والبارت ليست. الريبورتات دي لما هتتجرى عندكم هتتجرى باكستنشن غريب شويه، تمام؟ الريبورتات بتتفتح بالنوت باد. الريبورتات بتتفتح بالنوت باد مش بالوورد، تمام؟ واضح يا شباب كده؟ واضح. تمام ممتاز جدا ورائع. طبعا
طبعا اللي بيجري الريبورتات حضرتك وبيجريها برضو الراجل الديزاينر او الاستشاري او الكلاينت عشان يشيك ان انت سعادتك لا قدر الله مش عامل ايديتنج في الريبورتات بايديك جوه النوتبات، لان في ناس بتعمل كده للاسف الشديد. اسمع مهندس لو سمحت اسم النقطه الاخيره. في ناس بتعمل ايديتنج للنوتبات بايديها. ربنا يبعدنا عنهم، دول بيغيروا في الاوزان. بيلعب في الريبورتات. بالظبط كده، فده طبعا يعني حرام يعني. فطبعا الكلاينت كده كده بيجري وراك فمش فارق. اكيد طبعا. طيب نكمل تاني. طيب انت كده جريت ريبورتات، كلشت على الموديل، ظبطت النمبرنج بتاعك طبعا قبل كل حاجه، الدنيا اتظبطت خلاص، محتاج ان انت تبتدي تشتغل في اللوح، صح؟ تمام. ازاي اعمل لوح في التكلا؟ الموضوع سهل جدا جدا جدا، بس محتاج مننا شوية ايه؟ تركيز بسيط. تمام؟ طيب عشان اجري لوح للتكلة، اول حاجة اعملها لازم اتأكد ان الفيوهات بتاعتي بتاعت الجريدات كلها مظبوطة. يعني الجريد ده مثلا عليه فيو على جريد سي، فيو على جريد بي، فيو على جريد اي، فيو على جريد واحد، فيو على جريد اتنين، فيو على جريد ثلاثة، فيو على جريد اربعة، على خمسة، على ستة، وعليه بلانات معينة، بلان على الارض، وبلان على اول ليفل، وبلان على التوب اللي هو الفلور بتاعنا. في اي مشاكل؟ لا تمام. طيب عشان اجري للمبنى لوح جي اي اللي هي لوح الاريكشن، اللي هي اللوح اللي بيبان فيها البلانات والليفيجن، معايا يا شباب؟ محتاج ان انا اعمل ايه؟ ان انا اشيك ان الفيوهات بتاعت الجريد كلها جاريه. مبدئيا بتفتح الفيو ليست بتاعك، بتشيك، بتلاقي مظبوط تمام، الراجل عامل انكور بولت، الراجل عامل انكور بولت بلان، الراجل عامل الليفيجن، الراجل عامل غير الليفيجن كمان، الراجل عامل الليفيجن عند كل جريد لاين، الراجل عامل فريمنج بلان اهو، يعني الراجل عامل كل الفيوهات بتاعت الجريد. طيب انت انك تعمل فيوهات الجريد ده امر سهل ولا صعب؟ كيف مهندس؟ انك تعمل الجريد فيوهات سهل ولا صعب؟ الجريد سهل. الجريد سهل. تمام، جميل، حلو قوي. انت عملت فيوز صح؟ صح. يبقى اول حاجة في مرحلة الفاينلايز ان انا اكلش اعمل نمبرينج، اجري ريبورتات، اعمل لوح انكور بولت بلان، اعمل لوح جي اي، انا اسف، اللي هي لوح الاريكشن. اريكشن. عشان اعمل لوح الاريكشن لازم اتاكد من كذا خطوه. الخطوه الاولانيه ان الجريد متكريت له فيوهات صح، يعني فيوهاته مظبوطه وتمام. الخطوة التانية ان الجريد ده الفيوهات التو جي بتاعته معمولة فعلا تو جي، يعني الدبس بتاعها ما يزيدش عن 1500 او 500 زي ما ادينا في اول الكورس، لان لو في فيو من فيوهات الجريد ده الدبس كبير قوي ممكن وانا بعمل له لوحه يظهر الفيو اللي وراه والفيو اللي قدامه لان الدبس كبير. هل واضح لحد دلوقتي؟ في اي مشاكل في الكلمتين اللي قلتهم؟ لا تمام. طيب نبتدي نكريت اللوحه.
بتاعت الاريكشن اعمل ايه؟ همسك اقول له drawing and reports اللي فوق دي واقول له create general arrangement drawings. يعني هقول له drawing and reports وبعد كده create general arrangement drawings اللي هي الجيل drawings اللي هي السايت او الفيلد drawings او الريكشن drawings. تمام؟ تمام. طيب انا لو افترضت تكلا هيفتح لك لسته بالفيوات اللي عندك صح؟ صح. هتسلك الفيوات كلها في مشكله اللي انت عايز تكريت لها لوح. تمام. انا عايز اكريت لكل ده لوح. تمام؟ سلكت الفيوات بتاعتك كلها بتيجي هنا تقول له options. هل اختار one drawing بالفيو يعني كل فيو يتحط في لوحة لوحده ولا all selected views into one drawing ولا احط كل فيوات في لوحة واحدة بس؟ ايه رأيكم؟ one drawing بالفيو. تمام. يبقى انا لو جيت اختار بالفيو وادوس ايه؟ كرييت واسيبه شوية. بس مهندس ايه؟ سلمينا. بس مهندس في الديزاين بيبر ما وصلتني. رفعتها لك. معلش انا بعيد لك الايميل لاني كاني كاتب لك اياه غلط. طب ابعتهولي تاني على السكايب. بس مهندس ايوه ابعت لك اياه بس بدل الستار حط ات. انا بعت اعطيتك ايميل قديم الي ناسي الباسورد بتاعه فهذا ايميل الجديد عشان هيك. فعلا ما وصلش لان في مشكله في الايميل ده. بص كده انا كده جده صح. بس مهندس معتز جريري @yahoo.com. ايوه بالظبط. في داش تقريبا صح؟ اكزاكتلي ولا دوت؟ وصلت؟ تمام. هاي راح اشيك. تمام. ايه؟ هاي بشيك الايميل. تمام. طيب نكمل. المفروض ان تخلص كرييشن خلاص. وكل لوحة كل فيو حطه في لوحة. عايز افتح الدروينج ليست دي عشان اتفرج على اللوح بتاعتي. تمام. ابتدي افتح الدروينج ليست الاقي لوح اتكريتد شايفينها؟
طبعا في الدروينج ليست اللي بفتحه ده اللي هو بفتحه المفروض من هنا في لسه الدروينج المتاحه ان انت سعادتك تفتحها. اه احنا محتاجين لوحه اسمها ايه؟ جنرال شو اسمه فيو جي اي درونز. اه تمام يعني انا هسلك جي اي درونز. اه هيطلع لي كل لوحه جي اي درونز بتاعت ايه؟ اه نظام فلتره يعني. اه بالظبط كده. طيب تعالوا نفتح لوحه لوحه ونبتدي نتعامل معاها. معايا؟ اه حلو. اول لوحه ايه؟ سيبكم من ده خالص. دي لوحه اللي هي الانفور بولت بلان. شكلها مش عاطفي وبالرغم من ان شكلها مش عاطفي الا ان فيها كل الداتا اللي انت عايزها. اه طيب الداتا اللي انا عايزها في قلب اللوحه دي ارصها ازاي في قلب اللوحه صح؟ تمام؟ تمام. طيب قدامك كيس من فروم تو كيس. يا اما الكيس اللي تشتغل على اللوحه الاول وبعد كده الفيو يا اما الفيو بعد كده اللوحه. سؤالي الفيو ده كده مش الانكور بولت الفيو فيه واضح زي ما يكون مطول بالطول؟ نعم. تمام. انا اقدر ان انا اعدل في اللوحه نفسها لو دوست دبل كليك على اللوحه يبقى انت بتعدل في اللوحه. لو دوست دبل كليك على الفيو يبقى انت بتعدل في الفيو. تمام. هعدل الاول في اللوحه. اللوحه دي بتاعت ايه؟ انجر بولت بلان 4000. اه يبقى انا هدوس دبل كليك على اللوحه اول حاجه اعملها خالص في الشغل واعدل الايه؟ وعدل النام. تمام. اخلي جي درونز دي مثلا جي واحد. اه واخلي التايتل من التايتلز يعني عنوان من الثلاثه ويفضل يكون تايتل 2 مثلا حاجه اسميها انكور بولت بلان. تمام. اد مثلا 4000. تمام. تمام كده يا شباب؟ تمام. ودوس بختار اللوحة. ودوس موديفاير. تمام يا شباب تمام كده؟ اه. حلو. دوست موديفاير. شكل اللوحة ما اتغيرش. صحيح. لكن اللي اتغير حاجة تانية كبيرة. هو انك سعادتك لما تفتح الليستة تلاقي في لوحة اسمها جي واحد واسمها انكور بولت فلو عوزتها تخش عليها على طول. تمام. لحد دلوقتي واضح؟ اه غيرنا الاسم يعني. اه طيب ازاي اقدر اتحكم في الفيو؟ الفيو واضح انه خارج بره اللوحة خالص. اه عايز اعمل له ايه عشان يخش جوه اللوحه؟ حد يقول لي. روتيت. لا ما ينفعش اعمل روتيت ده فيو عدل. سكيل تصغير. الله ينور عليك اللي هي السكيل. تمام. لو دوست دبل كليك على الفيو غير دبل كليك على اللوحه اللي في الاول هيديني امكانيه ان انا اعمل ايه؟ اعمل ايه يا جماعه؟ من بدنا 51 من يعني من كبر السكيل من صغر السكيل خليه كام مثلا؟ 25 لا كثير 30. لا طبعا 25 انت كده بتكبر بالظبط. اه بعد 60
خليه 60 صار 40 نخليه 70 ونجرب يلا خليه 60 او 65 صغر كده بس بده كمان بس ابتدي بص الحته اللي فاتت دي انت تقدر تمسك الفيو لو دوست كليكاي على الفيو بتلاقي فيه خط سوليد وخط دوتد او داش الخط الداش ده بيتحكم انا اقدر اكل من الفيو قد ايه يعني شايفين مثلا الجريدات دي طويله قوي عايز اقصرها شويه لو مسكت انت كده الفيو هتلاقي فيه عباره عن ويندو في الفيو غامقه ويندو داشت الداشت دي هي اللي بتاكل حاجات من الفيو يعني الحته دي ليها لازمه ولا ولا اشدها شويه اضيق الفيو شويه ضيق اروح ماسك الهندل بتاع الداشت وامسكه كده تمام؟ تمام طيب امسك الفيو من اللي هي المفروض الفيو الويندو الثانيه الغامقه واحطها كده على سكرول مهندس امسكها امسك الفيو من الحته دي كده امسكه عادي بالماوس خليه يداس على الماوس تمام كده؟ تمام طيب عايز انقل الحته صح اهي في اي مشاكل لحد يا شباب لا تمام والتكله طبعا اوتوماتيك من غير ما اقول له بينزل لك البرسماركات بتاعتك كلها طيب لحد دلوقتي واضح يا رجاله واضح تمام ممتاز نكمل كمل طيب عشان ادوس مكانك كيس او الفيو ده او الفيو ده قدرت ازوره في اللوك اغير له السكيل اكبره اخليه 1 ل60 او 65 وحطيته في الميد بتاع اللوح تمام انا محتاج دلوقتي ان انا احط اللوحه يبقى في داتا بتتحط في اللوحه هنا اكيد عملنا لكم اتريبيوتس جاهزه للوح سؤالي اللوحه دي بلان ولا اليفيشن بلان بلان لو دوست سعادتك دبل كليك على اللوحه واللي هتلاقي دايما في السيف حاجه اسمها جي 4 حاجه اسمها ايه جي 4 ده بلان بستخدم له حاجه اسمها جي 4 اس تي بي جي 4 اس تي بي ولو انتهى وطبعا نشيل الحاجات دي عشان دخلناها خلاص ودوست موديفاي اوتوماتيك ايه اللي هيحصل حط لك ايه حط جدول الجدول ده سعادتك بكل سهوله حط جدول ومش حط جدول وبس وغير مقاس اللوحه ليه غير مقاس اللوحه هقول ركزوا معايا يا شباب في النقطه دي مهمه جدا بالنسبه لي انا عندي مقاسات انا ملتزم بيها في اللوح عشان الراجل يعرف يطبع في المصنع لو اسري يبقى انا بطبع 410 مقاس اللوحة 410 في 287 تمام لو A1 أنا ملتزم أطبع بمقاس 820 في 574 يبقى أنا محتاج لازم أحافظ على سايز اللوحة دي
لاني لو جيت اشتغلت على سايز اكبر من كده وجا هو يطبع في المصنع، الحاجة اللي انا شايفها واضحة بالنسبة لي بالنسبة له هتبقى مش واضحة. تمام. هل وضحت النقطة دي؟ واضح. تمام. ممتاز. السؤال اللي بيطرح نفسه هنا كده، انا محتاج اصغر السكيل ولا لا؟ نصغر السكيل. طب ما في حل تاني غير ان احنا نصغر السكيل، عارفين ايه هو؟ كبر اللوحة. لا، بدل ما كبر اللوحة، ايه رأيك لو قلبت اللوحة خليتها بالطول؟ تمام. اعملها ازاي؟ دبل كليك على اللوحة، في هنا كذا حاجة موجودين قدامي انا مش هخوض فيهم خالص، اللي هديهولكوا فيهم هو ده اللي هنشتغل بيه. تمام؟ تمام. هاجي في حاجة اسمها اللي اوت بتاع اللوحة. بدل ما الراجل كاتب لي 410 في 287 هكتب له 287 في 410. عرفت انا عملت ايه؟ عكسته بالظبط. لما دوس موديفاي عملها لي بالايه؟ تمام. يبقى سعادتك كل اللي هتعمله عايز اغير سكيل يبقى بتكلم في فيو، عايز اغير في اللوحه يبقى بتكلم في دبل كليك على اللوحه. وضحت؟ واضحه. اكبر السكيل بتاعي شويه بدل 65 خليه 90 ولا حاجه، ويتعمل على كده وكده. تمام التمام ومية مية. تمام؟ طيب هل انا كده خلصت؟ لا طبعا، انا محتاج ان انا اول حاجة اعملها ان انا ابص على الفيو ليبل ده، الليبل بتاع الفيو. لو انا عايز اغير اسم الفيو ليبل اللي هو عنوان الفيو يعني. تمام. طبعا الاتريبيوتس اللي انا مديها لكم دي اللي هي الاس تي بي والاس تي اي والكلام اللي انا مديه ده هيعوضك ان انت تغير الفيو ليبل، لان لو انت اسم الفيو بتاعك في الموديل صح اوتوماتيك الفيوز دي هتمكنك انك تطلع اسم الفيو على طول في قلب اللوحه صح. تمام. بس لو انا عايز اغير بدوس دبل كليك على الفيو ببص، مش دي الليبل يا جماعه؟ معايا يا شباب؟ معاكم. ليبل، واروح دايس على الليبل بتاعي اللي هو المفروض المارك ده، ادوس عليه كده اهو، هلاقي الراجل حاطط فعلا الفيو نيم، يعني حاطط اسم الفيو اللي موجود في الموديل هو هو اسم الليبل بتاع الفيو اللي في الدروينج. تمام؟ حبيت تمسح انت سعادتك تدوس عليه كليكايه وتعمل له ريموف وتختار تكست. تمام؟ وتكتب مثلا اللي هو مثلا 4000. تمام؟ دوس اوكي. تقدر تغير الفونت بتاع ال 4000 ده تخليه بدل 2.5 تخليه مثلا 3، وتخلي الفونت بتاعه حاجه محترمه كده اريال بلاك مثلا، شغل اللي هو نقدر نقول عليه شغل الوورد لحد دلوقتي ما عملناش حاجه. تمام. تمام كده؟ تمام. مفيش اي مشاكل. طب ازاي احط دايمنشنز؟ طبعا انا عندي ليك حل ممتاز جدا. طبعا الاتريبيوت برضو اللي انا مديهولك بيحط لك اوتوماتيك دايمنشنز على الجريدات كلها. تمام؟ طيب لو الاتريبيوت او انت طلعت لوحه ما فيهاش دايمنشن وعايز تحط لها دايمنشن تعمل ايه؟ عندنا تول بار اللي هو التول بار الكبير الجنرال برضو دروينج اوبجكت في كل انواع الدايمنشن، شايفين؟ تمام. دايمنشن واي واكس وانجل. بصوا انا لسه بقيس ما دوستش اي حاجه، عايز اخرج ادوس ايه؟ سكرول. تمام كده؟ تمام. حلو قوي كده. طيب في طريقه اسهل يا
باشمهندس للدايمنشن؟ هقول لك اه. ايه هي؟ دايمنشنينج. معايا؟ معا. اجي ايه دايمنشن؟ لا انا اسف ليها واحدة. دايمنشنينج. اوكي؟ اجي ايه دايمنشن الونج ايه؟ الونج جريد لاين. لو دوست كده كليك. هو الراجل مفروض يا واحدة. مفروض اوتوماتيك يعملها. ده تهيسة دي واحدة مني. دايمنشنينج اي جنرال دايمنشن الونج جريد لاينز. هيقول لك بيك الفيو. الفيو بتاعك اهو. بيك دي واحدة بس يا شباب. الاول دايمنشن تمام؟ تمام. مسلكين الفيو. دايمنشنينج ادج اي درونز الونج جريد لاينز. بيك الفيو. الفيو اهو. اوتوماتيك الراجل بيعمل لك ايه؟ دايمنشن. دايمنشن اوتوماتيك حوالين جريد لاينز. ده كده بس؟ لا كمان ده حاجة كمان. ممكن تعمل دايمنشنينج ريكرييت دايمنشن فور اول بارتس. يعني كل البارتات تاخد ايه؟ لو دوست كده في الجاية اوتوماتيك برضو بيعمل دايمنشن ما بين كل عمود والتاني. طبعا بيعمل للمين بارتس بس لان انا اصلا مفيش ايه مش محتاجة اتقفل عن فيكسيشن للدايمنشن غير للمين بارتس بس. لحد دلوقتي واضح؟ تمام. حلو جدا جميل. نقدر نكمل؟ اه نقدر نكمل طبعا. ده بس اللي انا اقدر اعمله؟ لا كمان في حاجه ثانيه تقدر تعملها. هناخدها حالا. انا بس بحاول اخلي التذكره على جنب عشان اعرف كده اشتغل. لو دوست دبل كليك على الدايمنشن تقدر تغير فيه اللي انت عايزه. تقدر تغير شكل الدايمنشن نفسه عامل ازاي. يعني في ناس بتحب شكل الدايمنشن كده، في ناس بتحبه ايكويفالنت يبقى منظره عامل كده، بحيث ان هو مثلا الراجل بادئ بزيرو 6000 يبقى دي 6000 اكوميليتيف. 6000 تبقى 12000. 5000 تبقى 17000. 6000 تبقى 23000. فاهمين قصدي يا شباب؟ تمام تمام. وفي ناس بتحبه عادي خالص مفيش مشاكل. في حاجه ترجع لكم برضو المنظر ده عادي خالص مفيش مشكله فيه. تمام. في الابيرنس طبعا انت بتبتدي تغير الفونت. يعني انت لو مشيت ايدك بالراحه في الدايمنشن هتقدر ان انت ايه تمشي فيها كويس. هي يعني مش صعبه، هي حاجه سهله جدا ومش فارق معايا شكل الدايمنشن ولا الفونت ما دام هو باين في اللوح للراجل اللي بيفتح كويس. ممتاز. مش عايز اكتر من كده في الدايمنشن، بس عايز حاجات زياده. طبعا زي ما انتم شايفين اللي بيظهر ده هو البارت مارك بتاع الايه؟ بتاع البارت اللي موجود في قلب البروجكت. اوتوماتيك طبعا بيظهر على طول. لو ما ظهرش مثلا دي ما ظهرتش وعايز اظهره بختار البارت بتاعي. تمام. وادوس عليه كليك يمين واقول له اد ايه؟ بارت مارك. لو دوست اد بارت مارك اوتوماتيك بيتحط البارت مارك بتاعه اللي هو مرقمه اصلا اوريدي فين؟ في المود. لحد دلوقتي في اي مشاكل يا شباب؟ لا تمام. الدنيا واضحه وكويسه؟ واضحه تمام. طيب نفترض برضو حاجه مهمه جدا برضو عندي. مثلا لو انا محتاج ان انا اخد ديتيله في قلب المنظر ده. يعني عايز اخد ديتيله للشكل ده مثلا، اخدها ازاي؟ عندي في طول بار تاني اسمه طول بار دروينج تولز. عندي حاجة اسمها ديتيل كرييت ديتيل فيو. كرييت ديتيل فيو. بدوس عليها كده بيقول لي بيك السنتر بوينت. السنتر طبعا هو ده صح؟ تمام. بفضل افتح في الدايرة بتاعت الديتيل لحد ما اقدر اجيب كل الحاجات اللي انا عايزها تظهر في الديتيلة ومش عايز اكتر من البيس بليت. هل محتاج حاجة تانية ولا هو البيس بليت كفاية؟ مكفي مكفي. خلاص خلصت ادوس كليكاي. الراجل يقول لي عايز تحط المارك بتاع البليت في الديتيله فين؟ مش هي بتبقى دايره وخارج منها خط؟ نعم نعم. عايز احط الخط فين؟ عايز احط الخط كده. خلصت بيقول لي عايز تحط الديتيله دي فين؟ هقول له عايز احطها كده على جنب. في مشاكل لحد دلوقتي؟
طيب جميل قوي الكلام ده، بدوس دبل كليك كده اهو على الديتيلات، الديتيله دي كده ابتدي اظبطها. انا مسمي الديتيله ايه، في ناس بتحب تسميها واحد وتبتدي ترقم ديتيل واحد ديتيل اتنين ديتيل تلاته ديتيل اربعه ديتيل خمسه ديتيل سته، في ناس بتسمي ديتيل ايه وترقم ايه بي سي دي هكذا. في اي مشاكل؟ تمام تمام. خدت الديتيله بتاعتي بالمنظر ده كده اهو، خدتها بره، ببتدي ان انا اظبطها. برضو انا سهلت عليكم كتير، بدل ما نقعد نظبطها ونخلي الديتيل، في عندنا الفيو ليبل اللي هو بتاع الديتيله، الليبل هنا طالع فوق ولا تحت؟ فوق. عايز اخليه تحت. الراجل في الفيو ليبل، الراجل بيقول لك ان الليبل بوزيشن، بدل اباف ممكن تخليه انت ايه بلو، تعمل موديفاير. تمام. انا بقى هريحك من وجع الدماغ ده كله. عارف هنعمل ايه مع بعض؟ عارف هنعمل ايه؟ اتريبيوتس جاهزه، دبل كليك على الديتيل هتلاقي دي حاجه اسمها هنا انجينيرنج ديتيل، لوتها اديها موديفاير هتلاقيها جاهزه. حلو خلاص كده اتظبط. فيو الديتيل عايزه يبقى شكله كويس. تمام تمام. هل لي اتريبيوت جاهز يا باشمهندس؟ اتريبيوت اسمه جي 4 ديتيل. طبعا بالراحه ركزوا معايا في اللي هقوله دلوقتي بسرعه كده. الجي 4 ديتيل والاتريبيوتس دي حاجات الناس تعبت فيها وعملتها. تمام. وحطوا بروبرتيز ليها بحيث انها تطلع بافضل شكل ما يمكن. حلو. فاحنا بنحاول ان احنا يعني، تخيل لو انا لويت الديتيله بتاعت التكله اللي بيبقى متسيبه اللي هي الديتيل دي، الشكل بيبقى عامل كده. هل ده سيء؟ لا. كويس. طب ما تيجي نتفرج على بتاعتنا احنا الجي 4. تيجي؟ احسن ولا لا؟ احسن اكيد. فهمتوا قصدي؟ فدي اتريبيوتس جاهزه. بيتظهر البولت بارت مارك، وبتظهر المسامير قد ايه، والديامتر قد ايه، وشغلها قد ايه، والجو بتاعها كله قد ايه. فاهمين قصدي يا شباب؟ فالديتيلات دي ديتيلات جاهزه يفضل نستخدمها. طيب ده لو هاخد ديتيل. طب لو هاخد فريكشن. تمام؟ خدت ديتيل، عندك السكشن اهو، كرييت سكشن فيو. فاكرين لما كنا بناخد فيو ويز تو بوينتس في التكله؟ الفيو اف. فاكرين لما كنا بناخد فيو ويز تو بوينتس في التكله؟ تو بوينتس. نفس النظام. بتاخد سكشن باستخدام كام نقطه؟ نقطتين. ادي اول نقطه وادي تاني نقطة. في حد عنده اعتراض؟ لا تمام. بنفتح السكشن ياخد كل ده وياخد بس كده خلاص. سكشن اهو بتاعك، ظهر السكشن بتاعك اهو. تمام. طبعا حاجة كبيرة، معلش السكشن متاخد غلط، تاخده تاني انا اسف. سكشن اهو، اول نقطة، تاني نقطة، ابتدي افتح فيو السكشن هياخد كل ده وهياخد تاني كل ده. سو ويندوز على تمام. واحطه هنا يظهر سكشن شكله عامل كده. تمام تمام. طيب سؤالي اللي بيطرح نفسه، انا عايز شكل افضل لشكل السكشن ده. نفس النظام، ممكن لو دوست دبل كليك الاول على السكشن اسمبلي او سكشن نيم، تروح ملوت حاجه اسمها جي 4 سكشن سيمبل، تدوس موديفاي. شكل السكشن كده اظرف كتير يا شباب ولا لا؟ احسن. الفيو اللي طالع بتاع السكشن لو دوست عليه دبل كليك
ممكن الاول برضو حاجه اسمها الكريته عندي وجاهزه برضو اعملها انا عاملها موجوده اسمها جي 4 سيكشن بس دي سيكشنز بس الثانيه دي بتاعت الاسمبلي لسه هناخدها المره الجايه تمام تعال نلود جي 4 سيكشنز دوس موديفاي كده الشكل احسن كتير ولا لا واضحه النقطه يا شباب ولا لا واضحه هل كده احسن اكيد تمام ده البلان ده التكيله ده السكشن لو حبيت تاخد سكشن المفروض انت خلصت اللوحه دي تنزل على اللوحه اللي بعديها المهندس بس اذا ممكن عشان يا دوب نصلي ونلحق الباص يا دوب يعني طب انا اسف معلش على الطول ما شاء الله لا لا بسيطه ولا يهمك ان شاء الله بكره ان شاء الله باذن الله ميعادنا ان شاء الله اي ساعه بكره باذن الله 6 ان شاء الله هنحاول اجي لكم بدري باذن الله بكره ان شاء الله هنكمل بس ازاي نقلب في لوح الجي ايه ونتفرج عليها وهنجري لوح الاسمبلي وهنجري لوح السنجل بتاعت المشروع ده ان شاء وبكره الله. شغل تجريه بس لان في اتريبيوتس جاهزه هتجروا بيها باستخدامها ان شاء الله هنقدر ان احنا يطلع ان شاء الله افضل ما يكون وتوفر علينا شغل في اللوح كتير قوي ان شاء الله تعالى الله يبارك فيك تمام استودعكم الله وان شاء الله بكره باذن الله يكون اخر محاضره بعديها نراجع عشان نقدر السبت الراجع باذن الله باذن الله تعالى الله يبارك فيك شكرا شكرا كثير الله يبارك